طب ايش بتنصحنا للاطفال؟ واحد نكشف ضروري قوي. ليه؟ لان اللي بيكشف ده انا كأم واب ما عنديش الخبره. فالدكتور حلما اروح عنده هيقول لي تلبس نظاره ولا ما تلبسش نظاره، محتاج تغطيه ولا مش محتاج تغطيه، محتاج عمليه ولا مش محتاج. فالدكتور رقم واحد. اتنين، غذاء متكامل. تلاتة، نوم منتظم وبالذات النوم بالليل. أربعة، وأنا بقعد على الأجهزة عشان مذاكرة أو بلعب لازم كل نص ساعة أخد لي خمس دقايق أريح فيها. خمسة، مهم جدا أن أقعد في الشمس، لكن في الشمس في فترات مقبولة جدا، مش لدرجة أن أنا تضر عينيا. بالنسبة للأدوية، واحد فترات الترطيب ضروري، وتاني حاجة لو عندي حساسية ممنوع منعا باتا الحك في العين ده. ليه؟ لأنه بيزود الحساسية. اتنين، بيخلي القرنية تبقى ضعيفة. ناخد بالنا من الجزئية دي، تمام؟